معلول، إما أنك لست من هواة القراءة وإما أنت من هواتها، لكنك لا تلقي بالا للكتب التي لا تزينها أسماء لكتاب كبار. لذلك وحتى أجعلك تقرأ كتابي هذا كاملا كما يجب أن تقرأه، ابتكرت لك لعبة سنلعبها أنا وأنت ولن يشاركنا فيها أحد. لعبة الأوراق، ليست أوراق البصرة ولا أوراق التاروت، بل هي أوراق من طراز آخر، طراز ملعون، وأهم شيء فيها الترتيب، فلو رتبت على غير ما أراد لها صانعها أن ترتب ستكون مجرد أوراق بلا قيمة. أما لو رتبت الترتيب الصحيح كما سنفعل بها أنا وأنت، فستفتح لك أبوابا من الأسرار لم يخبرك إياها أحد ولن يخبرك إياها أحد، أسرار خطرة، يقتل كل من يعرفها ويحرق كل من يتعلمها ويعلمها. سألقي أمامك 13 مجموعة من الأوراق، كل مجموعة منها تحكي قصة وتحكي سرا يريدون أن يخفوه عن أمثالك، وسيلاحقونك لأنك عرفته ولأنك شخص ملول، وأنا أقدر هذا، فكل حكاية من تلك الحكايات 13 ستعرض لك بطريقة تختلف عن سابقتها. هل رأيتك؟